علينا ذكرى 6 أبريل السنة دي زي ما مرت على الشعب السوداني في 1985 قبل 34 سنة، والشعب كله في الشارع بيطالب بهدف أساسي وهو تنحي النظام. دورنا نحن كسودانيين موجودين بالخارج لو في أمريكا أو كندا إننا نجي في الموكب بتاع دعم السودان يوم 6 أبريل عشان ما نضغط على المجتمعات الدولية وعشان ما نضغط على منظمات حقوق الإنسان والحكومة الأمريكية عشان ما يقوموا بدورهم ويهتموا بالوضع في السودان وفتح العنف المستمر والاحتداء على الشعب السوداني من قبل النظام، ولدعم مطالب الثوار ومطلبهم الأساسي وهو تنحي النظام الفوري وإطلاق سراح كل المحتقلين وإطلاق سراح الوطن. انضمامكم للمسيرة يعني توصيل صوت السودان ومواصلة مسيرة الشهداء وضمان مستقبل السودانيين وخياراتهم بحرية وسلام وعدالة. وتسكت بس.